الأيام الجراحية من تأطير وإشراف مباشر من البروفيسور محب الدين سليمان وطاقم طبي متخصص رفيع المستوى مكون من 5 أطباء مختصين. من المنتظر إجراء إن شاء الله 161 عملية. التظاهرات الطبية ستقام على مدار يومين اللي هي 24-25 أكتوبر. مبادرة ترمي التكفل بصحة المرضى والتخفيف من معاناة التنقل خارج الولاية. العديد من المرضى ومن مختلف مناطق الولاية سيستفيدون من هذه الأيام الجراحية والذين يعانون من مشاكل الماء الأبيض اللي هي كاتاراكت.